بسم الله. طيب شباب، احنا في الفيديو ده هنتكلم عن الكنترولرز، واتفقنا هنا الكنترولر هو حرف سي من الـ MVC pattern، وهو ده اللي بيقدر يكماند او يؤمر الموديل والفيو ويديهم اوامر كده ويقول لهم يعملوا ايه بالظبط. واتفقنا برضو ان اول حتة في الفريم ورك بيخبط فيها الريكوست هو الراوتنج، ومن الراوتنج ببتدي ايه اروح اكسكيوت كنترولر او فيو. وبرضو هنا الكنترولر هنبتدي نضيف فيه بعض اللوجيك، تمام؟ فتعالى كده نبص مع بعض على ويب دوت بي اتش بي. احنا هنا كتبنا ايه؟ كنا قلنا راوت جيت سلاش هلو، وعملنا كلوجر فانكشن دي بالمنظر ده. بس تخيل معايا السيناريو ده، ان انت مثلا بتكويري على الداتابيز وبتعمل سام اف كونديشن، ومش عارف بتنادي على ثيرد بارتي اي بي اي، وبتعمل حاجات كتير قوي. فهل يا ترى منطقي ان انا افضل اضيف اللوجيك ده هنا؟ يعني تخيل كده معايا، لو الابلكيشن بتاعنا هيكبر مع الوقت، هل ان انا هفضل ديفاين راوتس واللوجيك بتاعها هنا في نفس الفايل ده؟ يعني الفايل اللي اسمه ويب دوت بي اتش بي هيبقى شايل كل اللوجيك بتاع الابلكيشن، مش منطقيه، صح ولا لا؟ فايه الحل بقى؟ الحل هنا هو الكنترولر. فتعالى نبص كده الدوكيومنتيشن بتقول ايه عن الكنترولرز. لو نزلنا كده هتلاقي هنا حتى الدوكيومنتيشن بتقول لك يا سيدي، بدل ما انت بتديفاين كل اللوجيك اللي بيهندل الريكوستات اللي جايله لك في الراوتس فايل، فانت لا، بدل ما هتعمل كده هتروح جاي تديفاين ايه؟ كنترولر كلاسز، وهي دي اللي هتورجنايز الموضوع ده، بحيث انك باذن الله لما الابلكيشن بتاعك يكبر يعني، ما تضطرش لانك ايه تديفاين كل اللوجيك في ملف واحد وفي الراوتات دي كلها. فبالتالي هيبقى المينتيننس بتاع الكلام ده مش منطقي خالص. فدلوقتي بقى انا عايز اديفاين كنترولر جديد اضيف فيه اللوجيك ده، هنعملها ازاي مع بعض؟ بص، هيبقى في عندك دايركتوري جديد، هنروح لاب http. شايف كده الدايركتوري الجديد ده اسمه ايه؟ كنترولرز. يبقى هو ده المكان اللي هتديفاين فيه الكنترولرز كلاسز بتاعتك، خلاص زي بالظبط الريسورسز فيوز لما انت كنت بتديفاين فيه ايه؟ الفيوز فايل. فيبقى انت هنا اب اتش تي تي بي كنترولرز، هو ده المكان اللي هتديفاين فيه الكنترولرز كلاس. تعالوا بقى نعمل كرييت لكنترولر جديد. هل هقول بقى كليك يمين نيو فايل وابتدي اكتب الكلام ده بايدي؟ لا، مش هعمل كده. طب هعملها ازاي؟ هعملها عن طريق ارتيزان. فالمطلوب منك دلوقتي وقف الفيديو وطلع الكوماند اللي هو هيكرييت كنترولر جديد. انا بقى هبتدي اكمل، هروح جاي رايح كده، هقول هنا بي اتش بي ارتيزان وانتر، تمام؟ هيجيب لي لستة الكوماندات كلها. انا مش عايز كل الكوماندات، انا عايز منهم كوماند واحد بص كده اسمه ايه؟ ميك كنترولر. ده بيعمل لك ايه؟ بيكرييت ا نيو كنترولر كلاس. طب احنا ليه هنكرييت نيو كنترولر كلاس؟ لان زي ما اتفقنا قلت لك انا عايز اخد اللوجيك ده ويحصل له اكسكيوت جوه كنترولر. فانا علشان عايز اكريت كنترولر كلاس جديد هضطر استخدم الكوماند اللي اسمه ايه؟ ميك كنترولر. فتعالى بقى نجرب نكتب كده بي اتش بي ارتيزان ميك كنترولر وندوس انتر. هنلاقي ان في حاجه هنا ظهرت لنا بالاحمر وضرب في وشنا، هو بيقول لك هنا not enough arguments missing name. يعني ايه؟ يعني يا سيدي انت جاي بتقول لي اعمل لي كنترولر، هل انت قلت لي اسمه ايه؟ ما قلتليش، صح ولا لا؟ فبالتالي انا كفريم ورك مش هعرف اسمه، فلو سمحت قول لي ايه اسم الكنترولر اللي انت هتكريته. فانا في الحاله بتاعتنا انا هسمي الكنترولر بتاعنا مثلا هلو كنترولر. فانا هروح جاي بي اتش بي ارتيزان ميك كنترولر هلو كنترولر وادوس انتر. بص بقى قال لك هنا ايه؟ كنترولر كرييتد سكسسفلي. ولو جينا رحنا على اب اتش تي تي بي كنترولرز، بص كده ملف جديد اسمه ايه؟ هلو كنترولر. تعال نعمل كرييت لواحد تاني مثلا جريت كنترولر بالمنظر ده، انتر. هتلاقيه راح فين؟ برضه في اب اتش تي تي بي كنترولرز واسمه ايه؟ جريت كنترولر. احنا طبعا مش محتاجين جريت كنترولر، تعالى نعمل له ديليت. عايز بس اقول كام ملحوظه سريعا بخصوص التسميه. اولا انت تقدر تكريت كنترولر من غير ما تضيف له كلمه كنترولر في الاخر، يعني انت تقدر تقول بي اتش بي ارتيزان ميك كنترولر مثلا جريت بالمنظر ده. بص كده هتلاقيه هنا ايه؟ عمل له كريت. بس ارجوك لو سمحت بلاش تسمي الكلام بالمنظر ده، لا
خلي دايما الكنترولرز يبقى خلال كلمة كنترولر، ويبقى التسمية بتاعتك أول حرف من كل كلمة كابيتال زي ما أنا عامل كده جريد كنترولر. طب ليه التسمية دي؟ هقول لك عليها قدام سنة في الكورس إن شاء الله، بس خلينا ماشيين على إيه، على طريقة التسمية دي، إن أول حرف من كل كلمة بيبقى كابيتال، والتسمية دي اسمها ستادلي كيس أو باسكال كيس. نكمل بقى، أنا مش عايز جريد ده، هعمل له ديليت وابتدي هنا بقى إيه، نشوف بقى هاللو كنترولر بتاعنا ده. تعالى كده نفتحه، تلاقيه عبارة عن ايه، كلاس عادي خالص وبيكستند من كلاس اسمه كنترولر. انا عايز دلوقتي انقل اللوجيك ده جوه الكنترولر ده، فانت هتعملها ازاي يا سيدي؟ بص، هتروح جاي تقول كده هالراوت بالمنظر ده جيت، اللي هو الراوت جيت بتاعنا اللي هو ايه سلاش هالو، وعايز اقول روح اكسكيوت الهالو كنترولر. خلاص، يبقى انا عايز اقول اول لما اروح على سلاش هلو اروح اكسكيوت ايه الهلو كنترولر. تعالى كده نشيل الكلام ده او نعمل له هاش ونجرب نروح لسلاش هلو ونشوف ايه اللي هيحصل. هروح جاي عامل كده سلاش هلو، تلاقي هنا ايه ضرب. ليه بقى؟ بيقول لك هنا انفاليد حاجه اسمها ايه راوت اكشن. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انت جاي بتقول له هنا اول لما تروح على سلاش هلو روح اكسكيوت هلو كنترولر. طيب هلو كنترولر ده ممكن يكون جواه شايل حاجه اسمها اكتر من اكشن، يعني انت ما جيتش قلت له انه ميثود اللي جوه هاللو كنترولر المفروض اللي عمل لها اكسكيوت. فاحنا هنا بنروح جايين عاملين ايه، بروح جاي الهاللو كنترولر وبديفاين جواه حاجه اسمها اكشن ميثودز، دي اللي هي الميثود اللي هيحصل لها اكسكيوشن. فهنا من ضمن الاكشن ميثودز بتاعتي ان انا هسميها مثلا هاللو اكشن بالمنظر ده. خلاص، وهروح جاي اخدها كوبي واروح جاي هنا بدل ما اقول هلو كنترولر بس، لا وهقول ات الاكشن ميثود. وتعالى كده نعمل ريفرش نلاقي الدنيا هنا ايه اشتغلت، لان هنا مفيش حاجه راجعه من الهلو اكشن. فتعالى كده جوه هلو اكشن نقول ريتيرن هلو ذس از ان اكشن وسيمي كولون وريفرش، نلاقي هنا ايه الريزلت دي رجعت لنا. طيب يبقى ده معناها ايه بقى؟ يبقى ده معناها يا سيدي ان الكنترولر الواحد تقدر تديفاين فيه اكتر من اكشن ميثود، تمام؟ وعلشان تاكسكيوت اكشن ميثود واحده منه فانت بتروح جاي تقول ايه السينتاكس بالمنظر ده، تقول اسم الكنترولر ات الاكشن. طيب تعالى بقى اسالك سؤال، انا عايز اعمل راوت جديد واكسكيوت اكشن تاني، هعملها ازاي؟ وقف الفيديو واعملها. فانا هنا علشان اكمل هروح جاي عامل كده route get slash hello to مثلا، وروح جاي جوه هنا hello controller at hello action hello to action مثلا بالمنظر ده. خلاص، فتعالى كده نروح على slash hello to ونشوف ايه اللي هيحصل. اروح جاي هنا رايح بدل على slash hello هروح جاي كده على slash hello to، هتلاقيه هنا ايه ضرب. ليه بقى؟ لان هالو تو اكشن الميثود دي doesn't exist، يعني الميثود اللي اسمها هالو تو اكشن مش موجوده على الهالو كنترولر. طيب فعلشان احل المشكله دي هروح جاي اعمل ايه، اروح جاي اخد هالو تو اكشن كده واروح جاي جوه الكنترولر بتاعي واعرف بابليك فانكشن اسمها هالو تو اكشن، وابتدي بقى اكتب هنا ايه جواها الكود اللي انا عايز اكسكيوته. فمثلا انا بقول هنا ريتيرن ذس از هالو تو اكشن بالمنظر ده كده وسيمي كولون ونعمل ريفرش، نلاقي هنا ايه الدنيا اشتغلت. طيب يبقى ده معناها ايه هنا بقى؟ ده معناها يا سيدي ان الكنترولر الواحد يقدر يشيل اكتر من اكشن ميثود، وعلشان انت تقدر تاكسكيوت الاكشن ميثودز دي هتعمل ايه؟ هتروح جاي تقول اسم الكنترولر ات الاكشن ميثود، ولازم تكون الاكشن ميثود دي بابليك. طيب برضو نوت بسيطة على التسمية، انت مش لازم تسمي الحاجة هلو اكشن، انت ممكن تسميها على طول هلو بالمنظر ده، بس اهم حاجه وانت بتسمي تسمي الحاجه ايه كامل كيس. طب ليه الكلام ده؟ برضه هنعرفه قدامي. يبقى احنا كده عرفنا طريقتين في التسميه، الطريقه الاولى اللي هي باسكال كيس او الاستادلي كيس، ان اول حرف من كل كلمه يكون كابيتال، وده هنا في تسميه الكلاسز. وهنا برضه بالنسبه للاسامي الاكشنز او الاكشن ميثودز بتاعتنا تبقى ايه عباره عن كامل كيس، ان اول حرف بس بيبقى من اول كلمه سمول والباقي بيبقى كابيتال. يعني مثلا هلو اكشن محمد مش عارف وات ايفر، فهيبقى شايف انت كده الكلمه اللي بعد كده ايه كابيتال. ده كده بالنسبه للايه الكنترولر والاكشن ميثود اللي جواه. نرجع بقى تاني للكلام بتاعنا ده، انا عايز اخد بقى الكلام ده كده حلو جوه الهلو كنترولر للهلو اكشن ميثود واعمل له اكسكيوشن. فانا اروح جاي اخد الكلام ده اللي احنا خدناه كوبي
جاي اعمل له هنا بيست بالمنظر ده، واشيل من عليه الكومنتات لان انا خلاص بقى ما بقتش محتاجة، ومش محتاجين برضو الكومنتات دي، تمام. وهنا ده برضو مش محتاجينه. وتعالى كده نظبط بس الشكل بتاع الحاجة عشان يبقى شكلها كويس ونعرف نقراها بالمنظر ده. فيبقى كده ايه اللي هيحصل لما اليوزر يروح على سلاش هلو؟ هنروح جايين لروح هلو كنترولر ون اكسكيوت الميثود اللي اسمها ايه؟ هلو اكشن. فانا كده لما اروح للهلو كنترولر هلاقي ميثود اسمها هلو اكشن، تروح جاي الفريم ورك تعمل لها اكسكيوشن، وجواها هي هنا ايه؟ بتريتيرن الفيو اللي اسمه هلو. وده الكلام ده اللي هو اخدناه احنا من الفيديو اللي فات، او اللي هو كان اصلا هنا جوه الكلوجر ده. فتعالى كده نروح جايين هنا بدل سلاش هلو 2 لا هنروح لسلاش هلو وندوس انتر، نلاقي الكلام بتاعنا هو هو ما تغيرش تماما عن الفيديو اللي قبل اللي فات او اللي فات. فيبقى ده معناها ايه؟ هنا عبارة عن الكنترولر هو اللي جواه ايه بقى دلوقتي؟ اللوجيك. بدل ما كنا بنحط كل اللوجيك في الكلوجر فانكشنز دي او الكول باك فانكشنز دي، لا بقى الدنيا منظمة اكتر عندنا، وبقى عندنا كنترولر. كنترولر ده بنعرف فيه الاكشنز ميثود بتاعتنا، وجواها بنحط اللوجيك بتاعنا. طيب عرفنا الكنترولر ده ازاي؟ عن طريق بي اتش بي ارتيزان ميك كنترولر، وبعدين اسم الكنترولر بتاعنا، واتفقنا طبعا على ايه؟ على التسميه انها تكون ماشيه على الاستادلي كيس او الباسكال كيس. وهنلاقي الكنترولر عندنا موجوده فين؟ في اب اتش تي تي بي كنترولرز. طيب ملحوظة بسيطة، هل ده معناها ان اللوجيك بتاع الابليكيشن كله هيبقى جوه كنترولر واحد؟ لا طبعا، انت تقدر تعمل كرييت لاكتر من كنترولر، وجوه كل كنترولر منهم تعرف ايه الاكشن ميثود. وده الكلام ده هنشوفه باذن الله في بقية الكورس. دلوقتي بقى ايه اللي مطلوب منك؟ عايزك تديفاين كنترولر جديد زي ما احنا عملنا، وننقل بقى اللوجيك اللي كان جوه الكلوجر ده اللي احنا شفناه مع بعض جوه اكشن ميثود جوه الكنترولر اللي انت عملت له ديفاين.